ورحمة الله وبركاته. معكم نايف وحييكم شخصيا واقول لكم يا مرحبا ورجع لكم الغثة والكآبة وثقالة الدم. المهم انا في حالة توتر لا يسبق لها. طبعا راح اخذ بطاقتي في الاحوال ويا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب نطلع حلو يا رب نطلع حلو يا رب نطلع حلو يا رب نطلع حلو يا رب نطلع حلو. والله انا رحت الاحوال الربع في اكشخ شيء في حياتي، وانا عارف متيقن اني راح اطلع استقرار عظيم ركبة. انا متأكد والله العظيم. حاولت اني ما ارتكب الغلطة نفس اللي ارتكبتها زمان ويطلع وجهي زي كذا، حاولت، لكن النتيجة مع ان انا مدرب قبل اتصور، مدرب وجهي، مدرب تعابير وجهي قبل اصور، قاعد اطلع وجهي بأحلى كذا، عرفت يا عيال؟ قاعد احاول ان انا اصير مز حلو اي شيء. والله العظيم تكشخت، نظفت وجهي، سويت تنظيف وجه، حطيت نص كيلو صنفرة على الاقل يضبط، في الاخير يطلع كذا وجهي. وش نبي الشفاف ذا الطويل؟ شلون الحين بفهم، شنبي كثيف؟ شلون صار طويل زي كذا خفيف نحيف كذا؟ شلون كان عنده سوء تغذيه؟ بفهم شلون، وليش انا مبحر كذا؟ كنا بعطي واحد عين، ليش؟ ابي افهم كيف كذا.